نتحدث في هذا اليوم عن بعض ما جاء في القرآن عن الماء. هذا الماء إذا نزل على الأرض اليابسة الجافة تهتز من الماء مع هذا النبات، ثم تنتفخ، ثم تنتفخ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت واضطربت وانتفخت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. ما يستطيع أن يفعل هذه الأشياء إلا الله عز وجل. ولذلك في أواخر سورة الحج، هذه الآية في سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة